تنفيذا للتوجيهات الكريمة الصادرة عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بشأن تكليف عدد من الوزراء الذين يمثلون مختلف القطاعات الخدمية بزيارة مناطق أم الحصم وقرية الدراز والقرى الواقعة على شارع البديع لتفقد احتياجات الأهالي فيها ومتابعة المشاريع والوقوف على احتياجاتها واستكمال النواقص فيها. قام سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم بزيارة إلى عدد من المنشآت التعليمية بناء على هذه التوجيهات، شملت كرانة وبربار والدراز والبديع. وخلال زيارات استمع الحضور إلى شرح من سعادة وزير التربية والتعليم عن خطة عمل الوزارة في المحافظة الشمالية، مبينا أن هذه الزيارات تأتي ضمن التواصل بين الوزارة والمجلس البلدي للاطلاع على الخدمات التعليمية المقدمة في هذه المحافظة، والتي تضم 61 مدرسة للبنين والبنات من مختلف المراحل التعليمية، حيث أوضح الوزير أنه سيتم قريبا افتتاح مدرسة إعدادية للبنين في مدينة حمد ومدرسة ابتدائية إعدادية للبنات في منطقة الملشية، إلى جانب إنشاء مبنيين أكاديميين في كل من مدرسة سمو الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة الابتدائية الإعدادية للبنين ومدرسة البديع الابتدائية الإعدادية للبنات، إلى جانب تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة حاليا في عدد من المدارس، وذلك بهدف الارتقاء بالبنية التحتية والسعي نحو رفع الطاقة الاستيعابية في تلك المدارس وتأهيل المنشآت التعليمية. كما قام الحضور كذلك بزيارة إلى النادي الصيفي بمدرسة كرانة الابتدائية للبنات، واطلعوا على الأنشطة التعليمية والترفيهية المختلفة التي تقدم فيها. تنفيذا لتوجيهات سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، بالتواصل وأيضا بمتابعة سير العمل في منشآت وزارة التربية والتعليم التي تقع في شارع البديع وأم الحصم، قمت اليوم بزيارة إلى هذه المواقع وتشرفت بمرافقة أيضا أخوة كرام، وقدم لهم شرح عن ما تقدمه وزارة التربية والتعليم في المحافظة الشمالية، حيث يصل عدد المدارس فيها 61 مدرسة في مختلف المراحل، إضافة إلى مدرستين سيتم افتتاحهم إن شاء الله في العام الدراسي القادم. كما أن هناك أيضا جهود لرفع الطاقة الاستيعابية في عدد من المدارس حسب احتياج المناطق من خلال إضافة مباني أكاديمية. وتم الاطلاع أيضا على أعمال الصيانة التي تتم في المدارس استعدادا لبداية العام الدراسي. وخلال اللقاء أيضا تشرفت باستماع إلى ملاحظات الأخوة الكرام الذين هم أيضا حلقة اتصال مهمة بين الجهات الحكومية وأيضا الأخوان المواطنين. هذه الزيارة اليوم كانت فرصة طيبة لنبين الجهود الكبيرة التي تبذل من قبل الجهات المختصة ومثلا وزارة التربية والتعليم لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وإن شاء الله تعالى سوف تستمر هذه الخدمات في تطور مستمر بفضل الدعم والمساندة من قيادة بلدنا العزيز يحفظها الله ويرعاه. تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة بالاطلاع على احتياجات المنطقة الشمالية ومن ضمنها مدينة البديع، تفضل اليوم سعادة الوزير الدكتور ماجد بن علي النعيمي بزيارة ميدانية إلى المدارس الواقعة في منطقة البديع، هي مدرسة البديع الابتدائية للبنات ومدرسة سمو الشيخ محمد بن خليفة الخليفة، للاطلاع على جميع الاحتياجات اللي تحتاجها المدرسة. وتم عمل والله تم توجيه المعنية في الوزارة إلى البدء في تنفيذ مبنيين، مبنى في مدرسة البنات ومبنى في مدرسة الأولاد. كذلك طلعنا مع سعادة الوزير على أعمال الصيانة اللي قامت بها الوزارة، وهي طبعا مشكورة على الجهود. انطلاقا طبعا اليوم من توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء يحفظه الله،
قمنا طبعا بمرافقة سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم للاطلاع على الاستعدادات الوزارة لمدارس المحافظة الشمالية، واللي شفنا يعني ان تحوي عدد كبير من المدارس. لا شك ان الاعمال اللي قاعدة تقوم فيها الوزارة بالاهتمام بهذه المدارس اللي هي محضن لابنائنا اعتقد انها كبيرة، الاستعدادات ممتازة. طبعا نقلنا توجيهات وملاحظات الاهالي الى سعادة الوزير اللي تقبلها طبعا بصدر رحب، والاعمال الجارية في استكمال كل اعمال الصيانة في الوقت المحدد قبيل افتتاح الموسم الدراسي القادم. شكرا لوزارة التربية والتعليم. طبعا يسعدنا اليوم بلقاء سعادة الوزير والاخوان فريق العمل من وزارة التربية، وقمنا بالزيارة الى مدرسة كرانة الابتدائية للبنات، ويعني شاهدنا الصيانة. طبعا نقول احنا كبير هذه الصيانة بالنسبة الى المرافق والى تطوير المدرسة والى الخدمات اللي بتكون مستقبليا محتاجة اليها المدرسة. وجينا بعد نفس الشيء الى مدرسة جابر بن حيان، ونفس الشيء يعني العمل قائم، وإن شاء الله موفقين دوم في خدمة الوطن. قمنا اليوم بزيارة بمعية سعادة وزير التربية والتعليم إلى عدة مدارس، ومن ضمنها مدرسة البديع الابتدائية الإعدادية للبنات، حيث بدأت الصيانة فيها والصيانة ماشية على قدم النساء، وهذا كله بفضل من الله ثم توجيهات سمو رئيس الوزراء. ونشكر أيضا طاقم وزارة الأشغال ووزارة التربية والتعليم على تنفيذ توجيهات سمو رئيس الوزراء في أسرع وقت، والآن العمل قدم على تقريبا 80% من الانتهاء.